والاولاد شو كنتوا تعملوا في الاولاد لما تطلعوا على الارض؟ يحط ان عنده حدا تحط عنده، اللي ما عندهاش حدا تاخذ معها على الحصيده، ياخذوا يحطوهم ب يحطوهم ب بقى يحملوا السراير على روسه، سرير الولد يحملوا على راسه ويودوه على الحصيده على الأمح. يا ما اولاد ماتت بالأمح وهن يحطوا دشروا اولادهم ويلتوا بالحصيده ما يجوا يلاقوا شيء باخي عليهم. شو بتفكر من العالم كانت عايشه على البركه. كنت تحمل حطب عروسكم؟ اه نحمل الحطب، والله بقيتنا انا بنت 12 سنه اروح احمل حطب من وادي البير، من وين هذول الساكنين غاد، نروح نزق حطب من هناك لان ماتنا. سمعت كنت تروح على عكا تبيعه؟ كل اهل بلدنا كانت تروح، النسوان اللبنات اه اللي عنده طرش عنده معزه عنده شيء بده يبيع حليباتهم يروب ويحمل على راسه ويروح، اللي بده يبيع حليب يبيع حليب، اللي بده يبيع لبن يبيع لبن. المره تحب لا بهم محبل ولا شيء، بحمل هالدشت ماشي. شو بدها تعمل؟ بدها تعيش، بدها تعيش يا خالتي العالم. ما فيش ارز يعني شيء اللي منتوج من وراه غيره، هذا الفقراء، العالم فقراء كانت بعمها كثير كثير فقراء. وانت بلشتوا تحسوا بالخطر انه في خطر هيك بفلسطين في حرب؟ صدقيني ما حسينا بالخطر الا لما انهجت صارت العالم تركض علينا على عمها، السمارني الكواكني الغوابسي الشخادني كله كانوا يركض علينا هيك. شو كانوا يجوا الناس يقولوا لكم؟ شو بدهم يقولوا؟ يقولوا اليهود 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 اجت عليكم، اجت اليهود علينا، اجت اليهود والطيارات صارت تحوم فوق البلد على الواطي حتى تحوم. اه والله العالم تنعنفت، اللي ترى عيرك اللي راع عجت اللي راع ابو سنان اللي اجى لهون على كفر ياسيف، كل العالم تنعنفت. وين هاي البلاد كلها دبدبت حالها، لجأت وين مكان عملت خيام وتقعد فيها عبين ما تدبر حالها. ما دلش بعمها غير الاختيار العاجل، حتى الاج والله ماتوا يا حرام ما حدا دفنهم، يعلم الله دفنهم الجيش، مين دفنهم يعلم الله، هي الكلاب اكلتهم، هي شو صار فيهم يعلم الله، ومنهم ستة ام ابوهم. اه والله وعم مصطفى وكتار اختياري كتير كانوا بعمها. في ناس ماتت وهي طالعه من عمها؟ الا كثير، انا في ياما في اولاد ماتت حتى وهي طالعه مع امياتها، وهي اللي حامله ولدين وثلاثه وحامله اولادها وحملت له اواعي حملت له متاكل، كيف بدها كيف بدها تعمل؟ انا في واحد ناسي ابنها بشرته حامله مخده ومدخل ابنها بالتخت. شو اخذتوا معكم لما طلعتوا من البيت؟ ولا شيء غير طلعنا هيك اواعينا شايفه هيك امي احنا لابسين بين اواعيين اللي انا لابستهم، وامي نفس الشيء واخوتي كل نفس الشيء، طلعنا باواعينا اللي لابسين. وين رحتوا؟ رحنا عيرك، احنا ما رحناش غير عيرك، ما طلعناش من يركا شيء لشيء. وين نمتوا في يركا لما طلعتوا؟ وين تحت التين تحت الزيتون كنا ننام تحت الزيتون، ولما صار تشت الدنيا راح دار ابو يدور على سهله، لا سهله وسكننا في بابور بابور زيت، خاصه انطونا شقفه ناحه منه وسكننا فيه. هاي دايره بالي فيه، امي كانت تشتغل عند النسوان وتجيب اكل تجيب لنا اكل ونوكل، حياه امي تروح تغسل تروح تمليلهن تزق لهن مي، بقى عندن بقاش مثل عندن هيك بياره ميتهن جوا، إذا عندنا بيارة خذي النطورة روحي جيبي لنا تنكتين مي قلنين مي تروحي تودي لهن. أمي هاي هيك بقت شغلة حياة أمي، تعيشتنا بعد مربتنا قلنا لها وعدي في الشغل بيتها. وأبوك شو كان يشتغل؟ أبوي ولا شغلة والله، خطرة أنا بقيتني أجي أنقي بامي أنقي درة أنقي أجي أحوش بندورة من أرض بلدنا مزروعة منان، والله وحياة وحياة الله إني أوسوا علي من عمقة وأنا طالعة يمك وين فوق هاي التلة المرحان بقولوا له المرحان بقولوا لها، طبت رصاصة بقلب السل، كان في السل فقوس وخيار
وبندورة وفلقت الفقوسة هيك طشت عن راسي. حياة الله هيدا من هنا. وركض أركض. وأنا حامل السلة. رحتي لحالك؟ أنا حالي. أنا قوية قوية قلب أنا كثير قوية.